هل المعصرة تكنيزية أم غير تكنيزية؟ يا أخوان، المعصرة غير تكنيزية. المعصرة كانت تصنع لعصر الزيتون وعصر الخمور وعصر الفواكه اللي كانوا يصنعوها لحتى يعملوا منها خمور. هذه المعصرة، تمام، معصرة لشيئين، اللي هو للزيتون وللعنب، لكي يعصروا العنب لحتى يعملوا الخمور والزيتون لحتى يعملوا الزيت. طيب كيف كانوا يعصروا الزيتون؟ كانوا يا أخوان يجيبوا الزيتون من الأشجار ويضعوها بهذا الحوض، ومن ثم بيجيبوا صخور كبيرة، من ثم بظلهم يدقوا ويفعصوا هيك بأقدامهم على المكان هذا، تمام، ومن ثم يا أخوان بنزل الزيت على هذا الحوض. الحوض هذا بيكون فيه ماء يا أخوان، الماء بيكون لهون هيك تقريبا، يعني لفوق، الماء بيكون لفوق. من ثم الزيت يا أخوان، بتعرفوا أنه دائما الزيت بيطوش على الوجه. بعد ذلك راح يمشي مع السيال هذا، وراح يصب داخل هذا الجرن. داخل هذا الجرن راح ينزل زيت صافي، تمام. فيا أخوان، رجاء أي شخص ظل يراسلني ويقول لي يا أبو شهم المعصرة، يا أخوان المعصرة لا يوجد فيها أي دفين ولا يوجد فيها أي كنوز، فقط هي معصرة تعود للعصر الروماني. هذه معصرة رومانية 100%. المعاصر الرومانية تختلف عن المعاصر البيزنطية والمعاصر الحضارات الثانية. يا أخوان، هذا الحوض، هذا المصب، ومن ثم بتيجي على هذا الجرن، تمام. أتمنى من الجميع أن الكل استفاد من هذا الشرح. هاي أنا صورته قبل هالمرة، بس أنا حبيت أرجع أصور لحتى الكل يركز وما يخرب هذه المعاصر الجميلة. لا حد يخربه، لا حد. تراث هذا يعني بسوى ملايين. شايفوا هذا المنظر؟ أقسم بالله، يعني أنا يا أخوان هذيك المرة كنستها، تمام، بس مع الشتاء كلياته هذا بينزل تراب. فأنا بحب دائما تكون هاي المعصرة نظيفة. لما أجلس بجنبها وأعمل لي بريك شاي هنا وأطلع عليها وأقول يا الله، قبل حوالي 2000 سنة وقبل 3000 سنة هم صنعوا هاي المعصرة، وكيف كانوا يعصرون وكيف كانوا عايشين هون، وين إحنا وين هم. فيا أخوان، أتمنى من الجميع أنه لا أحد يخرب هذه الحضارة الجميلة الرائعة اللي تسوى الكنوز الدنيا وما فيها، كنوز الدنيا وما فيها. فيا أخواني، يا حبايبي، رجاء 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 لا أحد يرجع يقول لي عن المعصرة. المعصرة يا أخوان غير تكنيزية، فقط هي معصرة للزيتون أو للعنب. انظروا إلى تحت المعصرة، شوفي هون، في هنا، يعني أي شخص بيشوفه بصير يقول لك لا يوجد هنا شيء ما. لا 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 يا صديقي، هذه تآكل التربة. طيب بقول لك، طيب قريب من المعصرة هل يوجد هدف؟ لا يا صديقي، لأن المعصرة بتدل على حضارة في المنطقة، لكن الأهداف بتكون بعيدة عنها جدا، لأنه إذا كان في غزو عليهم ما راح يحطوا لك إياها بجنب المعصرة، يعني راح يخبوه بأماكن بعيدة وأماكن مخفية، بدها ناس محنكة لحتى تقدر توصل لها. وصلتك الرسالة؟ لا تنسونا يا أخوان، لايك للفيديو، ومش مشترك يشترك، وهم شي تفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. فيا أخوان استمتعوا بهذه المغامرة، راح نذهب إلى المنزل في هذا الطريق. انظروا كيف أنا أتعب كل يوم لحتى أطلع أصور لكم. شوفوا العمل الشاق، راح أورجيكم بأم عيونكم كيف أنا بمشي على الأقدام مسافات طويلة لحتى أوصل للمنزل. فأنا بدي إياكم تشوفوا برم عيونكم كيف أنا بشقى وبتعب. شوفوا يا أخوان، راح نذهب لهذا المكان، هيك شوفوا هذا المكان، هذا الطريق، راح ننزل بهذا الواد، ومن ثم بنطلع على هذا الجبل، ومن ثم بنطلع لفوق للمنزل. يوجد هنا عين ماء، هون يا أخوان يوجد عين ماء، راح أورجيكم العين الماء اللي كانوا يستخلصوا منها الماء ويصبوا فيها على المعصرة فوق. هاي عين الماء، انظروا للخضار،
تصديقا لكلامي أصدقائي، انظروا إلى الخضر، يوجد هنا صحراء قاحلة أترون، لكن يوجد خضار هنا، يوجد عين ماء، سأريكم عين الماء، لأنه دائما القدماء كانوا يسكنوا بقرب عين ماء، بقرب شلال، بقرب بحر، بقرب نهر جار عذب، مياه عذبة. فراح تشوفوا بأم عينكم العين الماء. دائما أنا بقول للمشاهدين، إذا بدك تعثر على إشارات وبدك تعثر على حضارات، اذهب إلى عين ماء بجانب عين الماء. انظروا إلى هذا الفراء، قاموا بقص رعاة الغنم، قاموا بقص هذا الفرو. هذا الفرو لازم يستخدم للملابس، يستخدم لل... شوفوا العين الماء يا اخوان، راح اورجيكم عين الماء مرعبة، لكن من الداخل دخلتها قبل هالمرة انا، لكن راح اورجيكم اياها. هاي عين الماء، انظر، هاي عين الماء. يا الهي يا الهي، هل يوجد افاعي هنا؟ يا الهي، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا عين الماء، وهناك المعصرة. انظر يا صديقي، الحضارة قرب عين الماء. هذه العين تطل وين؟ تطل إلى المعصرة، يعني هم عملوا المعصرة قرب من عين الماء. انظر للرطوبة، انظر للطين، هذه الطين، شوفوا الطين إخوان، ها عشان تصدقوا تصديقا لكلامي، هذا عين ماء، لكن مع التربة اتغطت، يعني المي صارت تنزل في الأرض، تسكب في الأرض، فهنا صار في عندك خضار من الماء. هنا صحراء قاحلة، لكن يوجد هنا خضار، معناته يوجد عين ماء. لا تريد خبير، لكن أنا دائما أحارب، يوجد حرب كبير علي، لأني أنا يعني كل شيء عندي صوت وصورة، كل شيء، يعني إذا أنا كلامي اللي أتكلمه غير صحيح، الصورة هي اللي تحكم الصح والغلط. دائما أثبت لكم بالصورة وأثبت لكم بالصوت أنه الحضارات القديمة كانت قرب عين ماء، وكانت قرب الأنهر. إن شاء الله راح نعثر على أفاعي يا إخوان، إن شاء الله راح نعثر على أفاعي، وراح تشوفوا الأفاعي اللي أنا بواجهها إن شاء الله. دائما عندما أذهب من هذا الطريق أعثر على أفاعي، إن شاء الله ربنا برزقنا بأفعى تشوفوها، تشوفوا قديش أنا بخاطر في حياتي لحتى أسعدكم، ولحتى أوصلكم الصورة بطريقة رهيبة وجميلة. بسم الله وعلى بركة الله. يا إلهي، ذهب الربيع وأتى الصيف، يا إلهي الصيف ما أزنخه، الصيف وما أدراك ما الصيف. يا إلهي، كان الربيع جميل ورائع، كنت أجلس داخل هذه المغارة وأتخبى من الشتاء، لكن الآن سأدخل داخل هذه المغارة لأوقي نفسي من الشمس. سبحان الله، هذا حكمة الله عز وجل، إنه ما في شيء بدوم، ما في إشي بدوم، لا شمس ولا شتاء. سبحان الله سبحان الله. سوف نذهب في أفاعي هنا، لا يوجد أفاعي، بالكاد أن نعثر على أفعى، بالكاد أن نعثر على أفعى إن شاء الله. سأنني أبحث على أفعى، إنني أبحث عن أفاعي. هذا وادي الأفاعي اسمه يا أخواتي، هذا وادي الأفاعي، تكثر فيه الأفاعي لأنه قريب من